وخلال القمة العربية المنعقدة في مملكة البحرين، أكد فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على وجوب منع تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، كما طالب في البدء في تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها. نحن ضد استهداف المدنيين، كل المدنيين بشكل مطلق. ثانياً، أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يومياً وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز. ثالثاً، لابد من زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع، لأن من لم يمت بالقنبلة يموت جوعاً أو عطشاً. رابعاً، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج بلادهم، لا نريد أن تتكرر مأساة 48-67. البدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وذلك بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بقية شعوب العالم، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن،